هنتكلم دلوقتي عن العناية التمريضية للأطفال الذين يعانون من مشاكل الجهاز البولي. الجهاز البولي احنا عارفين ان هو بيتكون من الكلى وبيتكون من الحالبين وبيتكون من المثانة وقناة مجرى البول. لو احنا قلنا اماكن مكان الكلى وايه وظيفة الكلى، طبعا الكلى مهمة جدا 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 بالنسبة لحياة الانسان. الكلى موجودة اسفل الظهر في الجانبين الايسر والايمن. الانسان ممكن يعيش بكليه واحده بس بشرط تكون الكليه دي سليمه ما يكونش فيها اي امراض. طب ايه وظيفه الكلى؟ الكلى بتخلص الدم من الشوائب اللي موجوده فيها بواسطه اليورين او البول، وبتعمل عمليه تنظيم لنسبه السوائل ونسبه المعادن اللي موجوده في الدم سواء كانت صوديوم او بوتاسيوم او كالسيوم او فوسفور. لو احنا جينا اتكلمنا دلوقتي عن امراض الجهاز البولي واتكلمنا عن امراض الكلى بالاخص، هنلاقي عندنا كذا مرض هنتكلم عنه، او يعني هنقول اكتر مرضين بالنسبه للاطفال واكثر شيوعا في الاطفال اللي هو تناظر النفروز او النفروتيك سيندروم. ايه هو النفروتيك سيندروم؟ هو مرض بيصيب مرشحات الكلى. احنا عارفين ان الكلى جوه فيها مرشحات زي المصفى بالظبط كده اللي بتصفي كل الحاجات الشوائب اللي موجوده في الدم. طب المرشحات دي لما بيبقى فيها مشكله، وممكن لغايه دلوقتي المشكله دي ما يكونش غير معروفه او ممكن تبقى ليها اسباب. طب ايه هي ممكن الاسباب اللي تسبب يعني تكون سبب في ان مرشحات الكلى دي فيها مشكله؟ قد تكون نتيجه امراض وراثيه او مصاحبه لامراض اخرى زي الملاريا، امراض الدم، امراض السكر، الاطفال اللي بيتولد عندهم سكر. وفي الحاله دي بنلاقي اللي الطفل ده بيفقد كميه كبيره جدا من البروتينات لان المرشحات دي فيها مشكله بتصفي كل حاجه، يعني الحاجات المفيده للجسم والحاجات اللي مش مفيده كمان. خلاص بينزل كلها كميه البروتينات دي بتنزل في البول، وفي الحاله دي بنلاقي اللي بيحصل تورم ملحوظ جدا جدا في جسم الطفل. طب ايه الاعراض اللي بتظهر على الطفل؟ قلنا تورم، بيبتدي التورم دوت حوالين العين وبعد كده بيشمل الجسم كله. بنلاقي الطفل ابتدى يفقد الشهيه وبيبقى دايما عنده قلق وتوتر، وبيبقى الطفل ده عرضه دايما لحدوث مشاكل في مشاكل عدوى خاصه الجهاز التنفسي. طيب تاني حاجه هنتكلم عنها بعد تنازل النفرون او النفروتيك سيندروم، هنتكلم عن الكسور او الفشل الكلوي اللي هو الرينال فيلير. امتى بنقول ان الكلى دي حصل فيها فشل؟ لما الكلى لا تستطيع ان تنقي الدم فبتبتدي الفضلات والاملاح بتبتدي تتراكم في الدم، بدل ما بتنزل في البول وتتفرز في البول وبيتخلص منها الجسم، لا بتبتدي تبقى نسبتها عاليه جدا في الدم. فلما نيجي نعمل للطفل دوت يوريا وكريات نلاقي المعدل بتاعهم اعلى كتير من المعدل الطبيعي. طيب بالنسبه للفشل الكلوي او الكسور الكلوي بيبقى فيه منه نوعين، في نوع حاد وده بيحصل فجاه، يعني الطفل ده ما بيبقاش بيعاني من اي حاجه والكلى بتاعته كويسه جدا بس فجاه اتعرض لحادثه، جاله شوك، حصل له حرق كبير جدا، حصل له تسمم بمواد كيماويه زي البوتاس والحاجات اللي بنشوف الاطفال على طول بيشربوها دي نتيجه لعدم اهتمام الام وكده. في الحاله دي ممكن يحصل من ضمن الحاجات اللي بتتاثر الكلى ويحصل فيها في الحاله دي كسور حاد. وفي الحاله دي لو احنا عالجنا السبب دوت الكلى بعد كده بترجع لوضعها الطبيعي وبتبقى مفيش مشكله. النوع الثاني اللي هو بنقول عليه الكرونيك او المزمن دوت بيحصل نتيجه لايه بقى؟ في انسداد في المسالك البوليه نتيجه لوجود اورام خبيثه فيها، او الشخص او الطفل دوت عنده مرض ثاني فبياخد ادويه بدون استشاره طبيب او اساءه استخدام الادويه او الاكثار منها، فابتدت الكلى تتاثر وحصل فيها ضمور وحصل فيها فشل وما بقتش تقدر تقوم بالوظيفه الطبيعيه بتاعتها. ايه من ضمن الحاجات الثانيه اللي ممكن تعمل الكرونيك رينال فيلير؟ ارتفاع ضغط الدم، السكر، الامراض الوراثيه، العدوى، كل دي بتأثر على مرشحات الكلى وبتأدي إلى فشل كلوي. طيب نعرف منين ان الطفل اللي جاي لدوت عنده فشل كلوي؟ طبعا من ضمن الحاجات اللي بتبقى ظاهرة قوي قوي اللي بص نلاقي الطفل يا اما بيعمل كمية البول يا اما فيها فشل، فيها نقص جامد، الأم بتيجي تشتكي اللي هو ما بيعملش حمام، اللي جسمه ابتدى يحصل فيه تورم، في مشكلة في النمو بتاعه، ضغط الدم عالي، اللي الطفل لو بعد سنتين وكده دايما ماسك راسه وبيشتكي من صداع دايما وتعبان مش قادر يقوم. لما نيجي نعمل تحاليل نبص نلاقي نسبه اليوريا والكريات عاليه جدا فنعرف ان الطفل ده دخل في فشل كلوي. طب في الحاله دي العلاج، العلاج بيبقى عندي نوعين من العلاج، في نوعين من الغسيل، في الغسيل الدموي اللي هو بيبقى عن طريق الدم، وهو اللي انا برشح الدم من السموم واتخلص من الماء الزائد عن طريق الوريد. والجلسات في الحاله دي ممكن تبقى من 3 ل 4 جلسات كل اسبوع. طيب
الغسيل البريتوني هو النوع دوت بالنسبة للأطفال بيبقى مفضل، والأطباء بتفضله أكتر، لأن بيبقى عن طريق وضع أنبوبة في التجويف البريتوني للبطن، وإحنا بنسحب السوائل منها من حوالي 4 إلى 5 مرات يوميا. وده بيبقى ليه مميزات. الغسيل البريتوني بيفضل عن الغسيل الدموي لان بيبقى سهل ان انا ادرب التمريض عليه بسرعه، بيبقى البروسيجر نفسه بيبقى سيمبل بسيط، والتقنيه بتاعته بتبقى بسيطه. التكلفه، لاني انا في الوقت دوت طبعا احنا عارفين ان الغسيل الدموي بيحتاج ان انا اروح مركز غسيل كلى، بيبقى في مكان في تكلفه. فالغسيل البريتوني ممكن يتعمل في الرعايه، ممكن يتعمل في الدور اللي الطفل محجوز فيه، فبالتالي التكلفه بتبقى اقل. وكمان بالنسبه للغسيل البريتوني في الحاله دي ما بحتاجش ان انا ممكن انقل دم، ودي برضو حاجه بالنسبه للطفل بتبقى احسن، لاني هتجنب مضاعفات نقل الدم. لو جيت اتكلمت بعد كده عن النظام الغذائي للكسور الكلوي، انا لما بيبقى عندي طفل عنده مشاكل في الكلى بحاول في النظام الغذائي بتاعه اقلل على قد ما اقدر البروتينات، لان طبعا احنا عارفين البروتينات ديت لما بتتهضم بتطلع لي اليوريا، وكده كده اليوريا الكلى فيها مشكله فما بتنزلش في اليورين فنسبتها بتعلى، فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل لي تسمم في الدم. لازم اقلل الاكل اللي فيه صوديوم، ليه؟ لان عارفين الصوديوم بيعلي الضغط، والصوديوم بيحجز السوائل جوه الجسم، فلازم الاكل يبقى قليل نسبه الصوديوم فيه، واقلل نسبه الملح في الاكل. كميه مناسبه من البوتاسيوم، البوتاسيوم لازم، وده بيبقى طبعا موجود في الفواكه والخضار والحليب واللحوم، ونسبه البوتاسيوم نحاول ولا تبقى عاليه ولا تبقى قليله، لان احنا عارفين ان نسبه البوتاسيوم سواء كانت مرتفعه او منخفضه بتاثر على عضله القلب. نحد من السوائل، لان احنا عندنا الكلى فيها كسور مش قادره خلصنا من كل السوائل اللي في جسمنا، فبالتالي ما نزيدش من كميه السوائل الداخله. الحد من الفوسفور وزياده الكالسيوم، انا عندي طبعا الكلى فيها مشكله، فبالتالي يعني بيبقى في خلل في المعادن اللي موجوده في الجسم، فبنحاول على قد ما نقدر نزود الكالسيوم، لان احنا محتاجين الكالسيوم عشان عظام الطفل في فتره نموه في الفتره دي. كمان لازم ناخد الحديد من مصادر غير غذائية، عشان احنا عندنا نقص في البروتين، فاحنا بنعوض من الحديد، فبالتالي ناخده في صورة أدوية. الاكثر من فيتامين ب وحمض الفوليك، والحاجات دي كلها موجودة في الأكل، ولازم يبقى في نظام غذائي مكتوب للطفل اللي هو بيعاني من فشل كلوي علشان يستمر عليه. ولازم كمان ناخد بالنا ان السعرات الحراريه اللي داخله جسم الطفل دوت بتبقى لازم نزودها، لانه عشان يقدر الطفل يقوم بباقي الوظائف الحيويه اللي بيحتاجها جسمه، والحركه والنشاط. العنايه التمريضيه، طب ايه دور التمريض او دور حضرتك في العنايه التمريضيه لطفل عندك محجوز في بيعاني من فشل كلوي؟ اولا لازم نعمل خريطه سوائل. ليه؟ خريطة السوائل مهمة جدا عشان نعرف الداخل والخارج، ولازم دايما نبقى عاملين توازن في موضوع الداخل والخارج عشان نسبة السوائل الداخلية ما تبقى زيادة، وده طبعا عفوا عشان ما يبقاش ضغط طبعا السوائل في الدم كتير. العناية بجلد الطفل، لان دايما الطفل اللي بيعاني من الفشل الكلوي بنلاقي الجلد بتاعه دايما جاف، فدايما بنهتم بالعناية بالجلد. التورم بالجسم، لازم نقيس حجم الجسم، نقيس حجم بطن الطفل عشان نشوف نسبة التورم بيزيد ولا بتقل، وبالذات طبعا بعد عمليات الغسيل لازم نقيم وزن الطفل يوميا. مهم جدا 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 في كل عناية تمريضية اللي احنا نلاحظ العلامات الحيوية، ونمد الجسم طبعا بالغذاء المتوازن طبعا لتعليمات الطبيب، زي ما انا قلت قبل كده اللي بيبقى موجود نظام غذائي بيمشي على الطفل، يعني بيبقى كاتبه دكتور متخصص علشان ما يبقاش في مشاكل بعد كده على الطفل. فهل اديكوا التنفس؟ طبعا الطفل بيضع في وضع الجلوس، بنتجنب تماما ان الطفل ده بيبقى نايم فلات، وبنبتدي نحمي الطفل للتعرض طبعا من العدوى، لان طبعا يعني بيبقى مناعته قليله جدا جدا، وما بيبقاش يعني محتاج ان احنا نعرضه لاي مصدر فيه عدوى، فبنحاول يعني حمايه الطفل من التعرض من اي عدوى. الطفل بعد ما يخرج من المستشفى لازم دايما، ودي من ضمن يعني التثقيف الصحي اللي احنا بنديه للام، اللي احنا بنبقى الام دايما تبقى حريصه على اللي هي بعد ما تخرج من المستشفى اللي هي تيجي تاني تتابع مع الدكتور، ولازم كل فتره قريبه تعمل فحوصات لازمه حسب تعليمات الطبيب عشان نتاكد دايما من اللي وظائف الكلى ما عالجتش بالنسبه اللي تخلينا نقلق ان الطفل ده ممكن لا قدر الله يتعرض للوفاه بعد كده. شكرا.